عباس من مواليد ثمانينيات القرن الماضي، تعرض لحادث أفقده أوتاره الصوتية وقدرته على التنفس بشكل طبيعي. يسكن العشوائيات ونسبة عجزه 100%. يجلس تحت مظلة ينتظر رحمة أحدهم ليشتري منه الوقود ليطعم بالأموال عائلته. صوب فجار شضية بيبز ما 90 قطعة سمن النري فلا تراكل النفس من هواك من بطني هياكل قاعد يجار عما أنا ما أقدر أشتغل يعني أي شغلة ما أقدر أشتغل يعني ما أقدر بس قاعد بيابان زين يعني بطل مساعد يعني ساعدون التفر وياك. يأكل عباس بواسطة زرق الطعام في بطنه بصورة مباشرة، فهو لا يستطيع المضغ ولا يمكنه تناول المأكولات سوى ما يذوب منها بالماء كالبسكويت وأمثاله ليستطيع العيش بصورة طبيعية لا يجبره على تحمل مرارتها سوى خوفه على أسرته فلا معيل لهم من بعده. ما أقدر أكل عيش عن سنة جاب صندي صد 20 سنة يعني ما أطلق دالة عمك لا سمش دالة جاج أكل كل السوائل كان عصير وبسكت وحليب بس عملت بالخارج قاعد يجار زين وأنا خاف على جال يعني إلامت يعني مللو ما عند وين بس أنا بيابان زين بالشارع عسى الله شاد يعني لا أقدر أشتغل عمالك لا أقدر أشتغل شيء هذا شو الحالة يعني. أكثر من 23 عاما مرت على هذا الشاب وهو ينتظر إنقاذه من حكومة مسؤولة عن رعاية شعبها، وحتى اللحظة لم يفقد الأمل بذلك، فهو يتطلع لعملية جراحية خارج البلاد ليمارس حياته بصورة طبيعية. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.